مشروعات تقنية لا شك أنها بدلت حال هذا المكان من مكان خاو على عروشه لمكان تملأه مباني حياة كريمة. هذه المبادرة التي تعمل دائما على تطوير مستوى حياة المواطنين، وهنا في قرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس السابع لمحافظة كفر الشيخ تحكي واقعا ونموذجا لما تحققه حياة كريمة. حياة كريمة بدأت تطوير في جميع القطاعات، أولا في مجال الشغل ومجال الشباب اللي احنا شايفينه بالمنظر الحراري اللي حضرتك شايفه، كهرباء، انشاء مدارس، في مجمع خدمي بيخدم جميع اهل القريه. ما كانش عندنا هنا اي حاجه، اصبح عندنا مستشفى التكامل ما شاء الله، وعندنا انجازات كثيره قوي قوي قوي، وعندنا المدارس مشاريع كثيره جدا من المدارس، مجمعات خدميه، مراكز الشباب، شرط صحي، خطوط كهرباء، تأمين الكهرباء كامله، عندنا ما شاء الله تبارك الله خطوط الميه، اي شيء ملازم للبيت بتاع المواطن عملت. خلف هذه اللافته نجد مركز شباب الرياضي يقع على مساحه 2500 مترا ليعمل على خدمه اكثر من 20,000 مستفيد، مرورا بمركز خدمه المواطنين الخدمي والزراعي والتكنولوجي، وإنشاء مجمع سكني جديد يقع على مساحة 4,000 مترا ليكون مأوى معيشيا ل72 أسرة، وصولا بهذا المجمع الدراسي الذي وفر بيئة تعليمية تليق بحياة أبناء المواطنين. أضافة كثير جدا للريف المصري بشكل خاص كمان. احنا عندنا بسم الله ما شاء الله في مجمع خدمات موجود عندنا في مجلس قرار الوزراء الخضراء، حاجه على اعلى مستوى، في مكتب بريد، في شارع عقاري، الحاجات دي كلها خدمات كنا مفتقدينها طبعا، شملت البنيه التحتيه من صرف صحي و شبكات مياه والغاز الطبيعي وحتى الانترنت، وعملت طفره في المجال التعليمي والقطاع الصحي، بنت مدارس، رفعت كفاءة مدارس. مش بس المدارس، في حاجات كتير قوي اتغيرت مع حياة كريمة. العمل ما زال متواصلا في باقي أرجاء المحافظة ليتم التأكيد على أن مبادرة حياة كريمة مبادرة خدمية تهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا في الريف المصري، لذا تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان توفير حياة طيبة لهذه الفئة وتحسين ظروف معيشتهم. معنا على الهواء دكتور اسلام جبر، منسق مؤسسة حياة كريمة كفر الشيخ. برحب بحضرتك معانا، اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا دكتور اسلام. من خلالك بقى ادينا فكره عن حياه كريمه في محافظه كفر الشيخ، طبيعه القرى او عددها اللي داخلين في المبادره والشغل والمشاريع اللي حصلت فيها. تمام يا فندم. مركز مطوبس هو المركز الوحيد اللي ادرك بمبادره حياه كريمه للمرحله الثانيه. كان بيعاني من النسيان على مستوى على مستوى حكومات متعاقبه. عندنا في مركز حياه مطوبس حوالي 5 وحدات محليه ب 18 قريه ام ب 187 تابع، باجمالي عدد مشاريع اقترب من 600 مشروع، باجمالي تكلفه تقديريه تقترب من 8 مليون جنيه. شغالين فيهم على مستوى مبادره حياه كريمه، على مستوى المحاور اللي بتقوم بيها مبادره حياه كريمه. تسمح لنا استعرض معاك نسب التنفيذ ومستويات الاداء في تنفيذ المبادره.